نهارك اسود من القرن الخروب يا بلوس. اشكرك يا زفتوت. الواحد لو كل يوم يصبح بوش عكر زي وشك ودعوه مهببه زي دعوتك اكيد اكيد هيبقى يوم اسود. الواحد بس يعوز ايه من دنيته غير مصيبه، مصيبه تنزل على دماغه وتقلب حياته مرار. لكن للاسف يا بلوس الزمن ما عادش فيه ايام سودة. اصبر اصبر يا زفتون، اصبر واكيد هتنولها. انت شطان كويس واكيد هيجي لك يوم تقع في بلوى سودة تنقلك نقله كبيره. بالك انت الرئيس بتاعنا ده كان ايه؟ ايه؟ حته مستخدم اقل منك. طب وده ايه اللي خلاه رئيس علينا؟ الزمن الاخبر لما يدي يا سيدي، ما تعرفش ازاي عتر على شويه شباب بتوع النهارده فضل يزن على ودانه لغايه لما اتبرى من ابوه وقتل امه. يا سلام. الجريمه دي حضر فيها ماجستير. يا سلام على الرزق لما بيدي. ومين يوميها اتنقل نقله تانيه، والمصايب اللي احنا مش لاقيينها بقت تنزل على دماغه بالكوم. ما هو الحظ لما يختار يقلب لك الفيل صرصار. قرف زهق، ايه القرف ده؟ ايه ده؟ حزون مالك ماشي مطاطي راسك كده ليه؟ بقول لك ايه؟ سيبني في حالي يا زفتون، انا مش طايق نفسي، عفاريت جوانا بتتنطط في وشي دلوقتي. نعم. نعم يا سابلوس. بعتوا تستدعوني ليه يا سيدي؟ انا نفسي في مرة تبعتولي في شر. ده انا المجهود اللي انا بعمله استاهل عليه اكبر اللعنات في الجحيم. شر؟ هو اللي يشوفك يشوف شر؟ على فكرة انت ما تجيش وراك غير الخير. ايوه. ما تجيش وراك غير الخير. ايه الحكاية بس يا جماعة؟ ايه الحكاية؟ فهموني. الريس. الريس طالبه يا سيدي، بعت له استدعى. استدعى؟ ليه؟ الشيطان المبجل واخد صفر في اعمال الشر. صفر؟ ليه؟ ما تسببتش في اي مصيبه السنه دي؟ يا ريت على كده وبس. ده اتخطف منه ثلاث حالات قلبه بالمسيحيه. يا نهار اسود، ليه الدرجه دي؟ احكي له، احكي له على المنطقه اللي انت كنت ماسكها. احكي له. انت مش كنت ماسك منطقه الزيتون؟ ايوه يا سيدي، كنت ماسك منطقه الزيتون، وكان نصيبي منها كنيسه الزيتون. طب وايه اللي حصل؟ انا عملت اللي عليا، حطيت خطه ما تخرش الميه. قلت هقوم الشباب على بعض واخلي كل الاسر المسيحيه تخش في صراعات. حلو، ادي الشغل. حتى البنات، حتى البنات خليتهم يخرجوا على طاقه اهاليهم ونعمل افكار. والخدام، الخدام كنت حاطط لهم خطه تدخلهم في صراعات وانقسامات تبعدهم عن الخدمه والهدف منها. حلو، امال ايه بس اللي بوظ خطتك؟ حظي الاسود، حظي الاسود وقعني في تمن كهنه ما يحمقكش بيهم على هاد ولا حبيب. كهنه الكنيسه؟ بتقول ايه؟ كهنة الكنيسة؟ وطي صوتك، في واحد قاعد تحت ما بيمدوش. ايش اجتماعات على ندوات على عظات ما تفهمش ازاي لموا الشباب حواليهم لما خلوا الواحد زهق من امور الابلاسة. الله 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 الله، شوية شوية كلمني عن الخير والسلام والمحبة. خير وسعادة يطلع من الكلام ده؟ واكتر من كده على فكرة، انت اللي زيك قلب ابيض. لا انا مش هسكت على كده ابدا. قلب ابيض دي اهانة. الرئيس وصل، الرئيس وصل. تعالي تحالف براس الكنيسة الأعظم نرميك في الجنب. يا مرحب بيك يا ريس، يا مرحب يا مرحب. ألف لعنة تنزل عليك. بقالي مدة ما متعتش عينيا بوشك ليقطع الشر من البيوت الخربانة. طب والزمه بس الكلام ده يا ريس؟ الزمه، ما تقول له حاجة، قول له حاجة يا زفتون. يا ريس يا ريس، حزون ده شطان أصيل ومتقصر، وإن كان غلط مصيره يوم يفهم غلطته. يا ريس لعنتك عارفني كويس، وعارف إن أنا من عيلة متأثرة في الشر. ده أنا والدي عليه اللعنة، عارف والدي طبعا، اخترع آلة الإعدام، وأمي اخترعت كياس البلاستيك. هي دي بقى أنا ما أقدرش أقول فيها حاجة. ده والدك عليه اللعنة. ألف لعنة تنزل عليه. كان شيطان ولا كل الشياطين علمنا الشر على أصوله. ده كفاية إن هو كان السبب الرئيسي في انتشار مرض الإيدز في العالم، وكمان هو السبب في هزيمة الزمالك 6-1 من الأهلي. ألف لعنة تنزل عليه. ووالدته كمان يا ريس، كان عليها ضوافر تتمنى لو تندب في حباب عينيك يا ريس.
إذا حد يقدر ينساه. دي كانت أعفن شيطانة شفتها في حياتي، كانت شيطانة عظيمة. يا سلام، ده كفاية، ده كفاية إن هي اللي أسست مدرسة قتل الأزواج. ألف لعنة تنزل عليك يا أمه. يبقى تسامحوا يا ريس عشان خاطر والدي. السماح ملوش مكان في الجحيم. ما هو لعنتك عارف. لعنتي ما يعرفش غير حاجة واحدة بس، إنك مش عارف أصول الشر كويس، مش إنك تزرع الحقد والكراهية في قلوب الناس. أنا عارف طالع لمين؟ ما تبص لزملائك في الجحيم، بص شوف قلوبهم السودة، شوف عيونهم اللي طالع منها الحقد والغل والغيرة. يا سلام، يعني هما كان عملوا إيه يعني يا ريس؟ هوريك عملوا ايه. هات لي يا ابني ريموت. حاضر يا ريس. انت الظاهر ما عندكش دش، مش بتفرجش على الاعمال العظيمه اللي بتحصل في الدنيا. الدش يا ابني، شغل الدش. انت بتتفرج تتعلم. ريموت يا ريس. هات لنا يا ابني قناه الاخبار. حاضر يا ريس. الدين ايوه استوديو معايا. استوديو ايوه. المباشر قبل مني استوديو عبد الجابر. الله يرحمه، توكلنا على الله. في اليوم التاسع على التوالي ما زال القصف الاسرائيلي مستمرا على القدس المحتله، وما زالت البلاد العربيه تستنكر وتشجب وتدين هذا العدوان الغاشم. ومسألة أغنية شعبان عبد الرحيم أنا بكره إسرائيل يتجدد صداها في أنحاء القدس المحتلة. نوشو عبد الجابر، مراسل قطاع الأخبار، القدس الشرقية، فلسطين. سمعت بودانك اللي هياكلها الدود؟ شفت بعينيك اللي هتنهشها السور؟ نروح بعيد ليه؟ تعال نشوف القضية بتاعت الأسبوع اللي فات. هدينا يا ابني برنامج خلف الأسوار. حاضر يا ريس. قديم أنا مش فاهم، احنا جايين نشتغل اوردرات تصوير ولا إخراج؟ فين المخرج اللي اسمه ماجد ده اللي هنا؟ يا ماجد، يلا يا أستاذة، جاهزة؟ جاهزة يا أستاذة؟ حلوة يا مدام، حلوة. يمينك شوية يا مدام، معلش. أيوة كده، أوكي يا مدام. يلا يا مدام جاهزة؟ 5 4 3 2 1 أكشن. فيفيان تعالي خديني، تعالي خديني. اتفضل اقعد مني. اتفضل. ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ؟ ما ينفعش كده. معلش معلش معلش. مساء الخير اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من حلقات برنامج خلف الاسوار. زي ما عودكم برنامج خلف الاسوار على كل ما هو جديد ومثير في عالم الاجرام، والنهارده معانا جريمه من اخطر الجرائم البشريه. تتغلغل كاميرا برنامج خلف الاسوار داخل احدى السجون، ومعانا من المسجونات. اتفضلي يا مدام، اتفضلي. عرفي نفسك للشهادة المشاهدين. سنية جنح. سنية جنح. طيب يا مدام سنية جنح، ايه اللي رماكي ورا الاسوار؟ المر يا اختي المر، بس وحياتك، وحياتك يا هاني مظلومه، مظلومه يا هاني صدقيني. انا متاكده انك مظلومه يا مدام سنيه، انا واثقه. مدام سنيه، ممكن تعرفي الساده المشاهدين ايه اللي رماكي ورا الاسوار يحكموا انت ازاي مظلوم؟ حاضر هقول لك يا ستانم على كل حاجه. انت عارفه يا اختي ان كل واحده كده وهي وجوزها بيبقوا قاعدين كده في هنا وسرور وسعاده، وفي يوم جوزي طلب مني طبق بساره، قال لي عايزه اكلها من ايدك. قمت يا اختي قعدت بقى ودخلت المطبخ ولبست المرياله وقعدت 3 ساعات بعمل في طبق البساره، والريحه ايه واللون ما اقولكيش.
وخرجت قلت له اتفضل يا حبيبي طبق البساره. وبعد ما كلها قلت اساله قلت له ايه رايك يا حبيبي في طبق البساره؟ قام رد عليا يا ست هانم وقال لي حلوه بس امي بتعملها احلى. انا بقى سمعت لك كلمه امه ونار قادت فيا. طب ايه؟ طب ايه؟ استنى نار يا هانم قادت في قلبي. طب ايه؟ ما قدرتش استحمل اتكتله؟ لا طبعا يا ست هانم شتمته، قام يضربني اديته كف وقع ما حطش منطق. يبقى انا عملت حاجه؟ طبعا بقى يا ست هانم ابني الصغير بنتي الصغيره سمعتها بتعيط قمت خانقاها هي كمان. خانقت البنت؟ اه مظلومه مدام سليم. البنت الكبيره بقى يا حرام قايمه منهاره اسيبها؟ لا خانقتها هي كمان. خانقتيها؟ اه مظلومه جدا يا مدام سليم. استني الواد الكبير يعني امه قلبه خفيف كده ما بيستحملش. قام يا ست هانم شاف المنظر وقع ما حطش منطق. يا حرام يبقى انا عملت حاجه يا ست هانم؟ ابدا. مش انا مظلومه؟ ابدا. يقتلوني ليه؟ يحكموا عليا ليه؟ مش انا مظلومه يا ست هانم؟ مش ده ظلم يا ست هانم. اظن شفت ظلم مدام سنيه وشفت قد ايه هي مظلومه. أعزائي المشاهدين إلى اللقاء في جرائم أخرى من جرائم مدام سنية. يلا فاروق مش هنستنى أكتر من كده. شوف اتعلم تعز هذه الأعمال اللي تفتح النفس. قتل سفك دماء حقن ظهور من الشر إن العالم وتفيد ظهور من الشر كان العالم وتفيد. يا سلام يا سلام على الكلام والحكم اللي بشره أطران من بقك يا ريس. ريس طيب اديني فرصة أخيرة آخر فرصة وشوف أنا هعمل إيه. لا يعني زيك ملوش حل واحد بس. حل طيب إيه هو ريس؟ قول لي إيه هو؟ يعني زيك لازم يعيش على الأرض. لا لا يا ريس لا ما اقدرش اعيش في الارض يا ريس ما اقدرش. عيش وسط بني ادمين يا ريس ارجوك. لا ما اقدرش اعيش وسط بني ادمين ما اقدرش. عيش وسط بني ادمين وتاكل فراخ. لا اجيب الفلوس الطيور يا ريس ما اقدرش. هو ده عقابك الوحيد. ارجوك يا ريس ارجوك ابوس ايدك ابوس رجلك طب ابوس ديلك الا الارض. يعني زيك خسارة في الجحيم. اسمع يا ريس والدك دايما بيسلم اهله في الشر والمرار الاسم وحرام تشوف واحد من اولادنا يبقى بني ادم ويتحرف. لا لا انا عاوزني اعمل ايه؟ سلمهولي لمده شهر واحد ولا هخليه يعمل عمل مملكه جهنم كله بيتكلم عنه وجرايد النار تنشر صور. كان على شهر ده شيء مش كتير عليك يا ريس. انا موافق لازم تعرف ان دي اخر فرصه عندك لما اشوفك عملت عمل جبار على الارض لما خليك تعيش وسط بني ادمين. تمام اشكرك اشكرك يا ريس. الف لعنه تنزل عليه الف لعنه تنزل عليه. بلوس ايوه يا ريس انت مسؤول عنه يا بلوس. حاضر يا ريس. انا كده افتح. اسمعني كويس بقى وافهمني. فتح لي ودانك وطرطق لي قرونك وافهمني كويس. انا من ايدك دي لايدك دي انت هتنزل العالم الارض. بس خلي بالك اوعى تتاثر واللي بيحصل فيه. هتعيش وسط بني ادمين لمده شهر واحد. لازم تحافظ على اصلك وتعليمك الشخصيه. لويس بيدور على مصلحتك. اسمع كلامه كويس. تنجح مع البني ادمين لازم تتكلم بلغتهم بلغتهم. انا مش فاهم انتوا بتقصدوا ايه بالظبط. يعني مثلا رشوه عندنا بيسموها اكراميه. ضحك عندهم بيسموه كذب ابيض. سرقه من البنوك بيسموها قروض طويله الاجل. النفاق دبلوماسيه. الدجل شطاره. الاختلاس فهلوه. الشهوه حب. الخيانه عشق. يعني في النهايه احقر الرذائل شطارتك انت تحولها لاجمل القضايا. وانا ايه المطلوب مني بالظبط؟ هعمله في الارض. على الارض في كفر اسمه كفر البركه. اهل ناس غلابه طيبين قلوبهم بيضه
الشر ما كانش عندهم، بيحبوا بعض وبيعطفوا على بعض بيساعدوا بعض. المدنية ما دخلتش عندهم خالص. انت بقى هتنزل الكف ده لاجل ما ترمي جذور الشر بين الناس عشان تطلع حب وكره وبغض وكراهية. ولو نجحت بكده اكيد اكيد الريس هيرضى عليك. كفر البركة، كفر البركة، انا هنزل واخلي عليه وطين. ألف مبروك. يا سلام يا أولاد، هو احنا في ديج الساعة لما يبقى في بلدنا مستعصب قد الدنيا؟
البركه في الدكتور كمال، زينت الكفر ونورته. امال ايه؟ ان شاء الله تسلم يا واد يا سعد. ما هو اصل ابني الدكتور كمال كان نادر حكايه المستوصف دي لاهل الكفر، ولما اتخرج يا عم جاد واخد الشهاده بتاعته قال لي شوف بقى ياما، بقى الفدانين بتوعي هبيعهم وهعمل بتمنهم مستوصف لاهل الكفر. ونعمل خلفه يا مجدس، ونعمل خلفه. اهي دي الشباب ولا بلاش؟ واحد غيره كان يقول لما اروح ابيعهم واتجوز بتمنهم. عندك حق يا عم جاد، واحد غيره كان يقول كده فعلا. بقى انت يا ولا يا سعد مثلا، انت يا واد لو حيلتك حتى فدان حتى ولا جراس كنت عملت بيه ايه؟ يا نهار يا اولاد، طب داني لو عندي يعني يجي حتى كده خمس فدادين ايوه كنت اشتري جلابيه ولاسه وقفطه واقعد على مدخل الكفر وكل اللي داخل زيو اديله على جفاه. يكسى الله يكسفك يا واد يا سعد، انت تفضل يا ولا طول عمرك كده لسانك متبري منك يا ولا. الله يعزك يا ولا يا سعد. الا قول لي يا واد. نعم يا عم فوزي. هو انت ما اتجوزتش ليه يا واد لغايه دلوقتي؟ انت بتقول ايه؟ بتقول ايه بس يا عم فوزي؟ اتجوز ايه واتهبب ايه؟ طب خدها حكمه من واحد صايع زي حالاتي. الجواز ده اكبر مصيبه تنزل على راس البني ادم. ليه يا ولا؟ واسالهم. ايه؟ ليه يا ولا؟ يا عم فوزي، انا ايه اللي يخليني اجيب واحده اصرف عليها واعلفها وفي الاخر يا ريت تحمد ربنا ويتمر فيها الا كمان تتحكم فينا. الواحدة من دول قبل الجواز تلاقيها زي النسمة، نسمة كده يا اخواتي ما تحسش بيها. هون قول يا سعد هون. تاكل بحساب وتشرب بحساب وتتكلم بحساب. يا سلام يا والد. وبعد الجواز ربنا ما يوريك تلوجي في الاكل ولا ماكينه الحلق بتاع القطن. ولو ضحكي تسمع صوتها من النجع اللي بعديني. ولو اتكلمت يا عم فوزي، لو اتكلمت تشوف اللوز بتاعتها من على بعد بيه. يا واد يا سعد، يا سعد اقعد 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 اقعد. الله يعزك اقعد. اديني قعدت ايدك تقيله. الا قول يا واد يا سعد. نعم يا عم فوزي. هو العمده فين دلوقتي يا والد؟ العمده قاعد في الدار ومعاه شخصيه كبيره قوي قافلين على نفسهم وعمالين يتحدثوا. شخصية؟ ايه جمار؟ شخصية مين يا واد يا سعد؟ علمي علمك يا عم فوزي، علمي علمك. بس العمدة الصبح استقبله وكان عامل له موكب كبير قوي، والراجل كمان كان جاي راكب عربية ما بنشوفهاش غير في الأفلام. سبع باب سبع باب. وراجل زي ده بقى ايه اللي هيجيب الكفر عندي؟ علمي علمك يا عم جدع، علمي علمك. بس الراجل ده راجل كبارة، ده حتى العمدة اللي اسمه عمدة اسم الله على مقام الواد إدريس الحلاق ذبح له عجل. عيش عيش. ايوه ايوه انا عرفت بقى يا واد يا سعد. أه؟ يكونش يا ولا تاجر قطن كبير وجاي يا ولا يشتري المحصول كلته. تعجبني نصحتك يا عم. تعجبني نصحتك يا عم فوزي. هو البتاعه دي طلعت من شويه. يا راجل بقول لك راجل زي البشاب بتوع السيمه، تقول لي تاجر قطن ناقص تقول لي يجي يلم الدوده. مين الرجال؟ الدكتور كمال جاي يا اخوان. يا دكتور كمال اهلا بيك يا دكتور. اهلا القهوه اللي جوه القهوه. عامل ايه يا واد يا سعد؟ هكون عامل ايه؟ اديني قاعد جنب عم فوزي. تعالى جنبي يا كمال يا ولدي. تعالى ابص. قاعد يا دكتور كمال ابني. اقعد يا ادريس. بالك انت يا دكتور، البلد عطير من الفرحه بحكايه المستوصف ده يا دكتور. ما انت عارف يا عم جاد اهل بلدنا ناس طيبين كلهم خير. امال ايه؟ ما انا كنت نادر حكايه المستوصف دي ليهم من زمان. ناس طيبين ولبهم صف، بيحبوا بعض ويخافوا على بعض. ايوه عندك حق يا كمال يا ابني. تعرف يا عم جاد؟ ايوه. مفيش حد في الكفر كلاته يعرف يغش ولا يكذب ولا ينافق. طبعا الناس راضيه بجليلها يا عم جاد وحمد ربها. ايوه على فكره يا عم فوزي، يعني الدكتور هيسخني معاه في المستوصف، وعشان خاطر اهل البلد دول انا هشتغل ببلاش مساعده مني للناس الغلابه. انت بتقول ايه يا واد يا ادريس اللي تنتص في نظرك؟ انت حلاق يا ولا وما تفهمش في الطيب. نتعلم يا سعد، نتعلم من التفيده. نتعلم ايه يا ولا؟ يوه انت فاكر نفسك هتشتغل في صالون حلاق؟ ده مستوصف كله عيانين. اللي يمسك الموس ويحلق الدجن مش كتير عليه يمسك مشرط ويفتح بطن. حاجة بطلوده واسمعوه ده. يا راجل ايه اللي جاب موس الدكتور؟ دي مشرط المزين.
ادريس هيتعلم التمريض ويساعدني يا سعد. موت بغيظك بقى. يعني الكلام ده لادد عليك يا دكتور؟ اه طبعا. حس كده بقى يبقى كل اللي داخل ياخد راسه في السكه. وبدل ما تكتب الدواء على الروشيتا اكتبه على جفا الزبون. الله يحزك يا والي. اقعد اقعد يا والي اقعد. اتفضل يا جماعه. ايوه يا بابا. اتفضل شكرا. ازيك يا احمد؟ ان شاء الله تسلم يا دكتور. الله يخليك. انت عامل ايه يا دكتور؟ انت مشرفنا. انت مقلسنا. الله يسعدك. عن اذنك بقى. خدت بالك يا ادريس؟ اه خدت. شرفتنا يا دكتور. اه شرفتنا. نازل تنزلوهم موسيقى التايتانيك. ما تتكتب يا واد يا ساع. يا عم فوزي اتكتب ليه يا عم فوزي؟ ما البلد كلها عارفه. اني احلام للدكتور والدكتور لا احلام. عاوزين نفرح بقى. ما احنا اتفقنا خلاص ولا ايه يا عم جاي؟ اه طبعا يا دكتور اتفقنا. امال ايه؟ احنا هنلاقي احسن منك يا دكتور ده. يا عالم الحقوني يا عالم. ادي يا جعان يا ناس الحقوني. ايه يا ولد؟ اهدي يا عم جاي. ايه يا ولد مالك بتجي؟ ايه يا ولد؟ اوعى تسيبوني. اهدي يا بنت. اهدي. تعالى هاني انت رايح فين؟ طلع المفتاح. طلع المفتاح يا يوسف. عجلي يا عزيزه. عجلي يا بنت الناس. ايه اللي حصل لك؟ طلع المفتاح. لا جرايه يا بنتي يا عزيزه. ما تهدي كده يا بنت وتفهميني ايه العبار. طلع المفتاح يا يوسف. انا بتكلم معاك بالزوج لغايه دلوقتي. لا ليه دي؟ انت مالك زلابيك طلعك دي النهارده يا بنتي يا عزيزه؟ ما حدش له دعوه بيا. ده خطيبي وانا بعوده على طبعي. يا اخواني يا اخواني يا اخوانا ده خطيبها وهي بتربيه. حد شريكها يا واد رجع. حجي ولا مش حجي يا سعد؟ حجك يا بيت. بيت ماشي حسابك بعدين. طلع المفتاح يا عم. يا دكتور كمان حش عني. فهمنا بس العباره يا يوسف. الست الهان. الست الهان عايزه في الجهاز بوتاجاز تتصوروا بوتاجاز باربع عيون كمان. ماشي مش تفهموا العباره الاول. لا يا بيت استنى 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 انت اكتب خالص اكتب خالص. فاهمين يا بنت قبل حكايه البوتاجاز؟ طيب اشهدونا يا اهل الكف. قولي يا بنتي يا عزيزي. العفش بتاعي اوضه النوم اللي ابويا اشتراها لي بسلامته قافل عليها الشقه ومش عايز يخرجها. ويطلعها ليه يا بنتي عزيزه وانت فرحكوا لسه الاسبوع اللي جاي؟ خلاص باجي ما عادش فيه جواز. ايه؟ ما عادش فيه فرح. ليه؟ ليه كده يا بنت؟ ده انتوا بقالكم سبع سنين بتلموا في حج الجواز. ايه الحصول؟ قول لها يا ساعة سبع سنين سبع سنين. الست الهانم يا سعد ست اشهدوا يعني. الست الهانم عايزه في الجهاز بوتاجاز بوتاجاز باربع عيون. ايه اللي فيه؟ طب ده العمد اللي اسمه العمد كبير البلد وبنقول يا حضره العمد بنت بتطبخ على السبرتاي. تبقى انت تبقى انت يا بنت محرز الجرادات عايزه في الجهاز بوتاجاز باربع عيون يا اخي. ها الجراداتي الجراداتي بتاكلوا ثاني بقى. ها ماشي ماشي بالوش يا سعد. انت بنت انت يا بنت لمي نفسك يا سعد. انا عاوزه بوتاجاز. ايوه عايزه بوتاجاز حلوه قوي دي. ناقصه تقول يا رب بوتاجاز باربع عيون وفرن. ايوه اربع عيون وفرن يا اخي. فرن لما يبقوا وش وغتتك فيه يا بنت. انت طالعه فيها على ايه يا بنت انت يا بنت انت يا بنت بقى كده؟ ايوه كده بقى كده. ايوه انا همشي من وشك قبل ما تضربي. طب اهدي يا عزيزه بس اهدي. قول لها قول لها الله يخليك ليا. يوسف برضك ده ابن حلال. ابن حلال مصطفي وبيحبك. يعني لو فيه في يده اي حاجه اعملها هيجيب لك اللي انت عايزاه. طيب طيب يا عم جاد لو بيحبني صحيح يبيع الكردان بتاع امه. يا بنت وين حالتنا غيره؟ وبعدين يا عزيزه يا عزيزه انا قلت لك ان شاء الله لما ربنا يبقى يفرجني راح اجيب لك البوتاجاز. اجيبها لي يا عم جاد. لا 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 بصي بقى يا ابن الناس. قولي يا بنت الناس. انا عشان خاطر عم فوزي وعم جاد هدي لك مهله يومين. هم يومين ويا البوتاجاز باربع عيون اربع عيون وفرن يا كل واحد يشوف حاله. حاله بنت خدي يا بنت. اهدي يا عم جاد. اهدي يا عم جاد. اهدي يا عم جاد. اهدي يا عم جاد. شوف يا اخويا انا عمري ما شفت واحده تدخل من غير بوتاجاز. انا عارف ايه ده. اقعد يا ولد. اقعد يا كمال يا ولد. سلام يا جود صابون. سلام يا جود صابون. اهلا يا بول. سلام يا بول. ان شاء الله تكونوا بخير. احنا بخير يا ابونا طول ما جودتك بتذكرنا في صلوات. صلوات العطرة والقديسين. اهلا بيك يا ابونا توحشناك كتير قوي يا ابونا. الله يخليك يا عم جاد. انا اللي بقول لك يا ابونا يعني بخصوص الارض اللي كانت جار الكنيسه ايه اخبارها يعني؟ علينا بنلم تبرعات يا عم جاد بس انت عارف اهل بلدنا غلابه بس اطمن
بشفاعة أم النور والبطل مرمينا هنشتري الأرض ونوسع الكنيسة. يا ريت يا ريت يا أبونا لأحسن الناس، الكنيسة تاجد والناس بتبقى باظة كده بره الكنيسة. ربنا يدبرها يا سعد. هسبقكم أنا على الكنيسة واستناكم هناك، محدش يتأخر على العشاء يا أولاد. جايين وراك يا أبونا. سلام يا أبونا. سلام يا أبونا. يا سلام يا أولاد. أبونا ميلا دي راجل بركة. إيه؟ إحنا ربنا بيحبنا اللي في الكفر فيه جديد زي أبونا مين. بركة صلواته تكون معانا. آمين. يا مصطفى. ده بس سمانا منها اهلا رجاله. شاي برد يا عم يا محظوظ. ايوه يا حضره الامر، خد يا واد اربعه من رجاله اهل الكرب واركنوا عربيه محفوظ باش. يا حضره الامر يا عم ولا محظوظ. ايوه خد الحمار بتاعك بس اركنوا في حته ضل. حاضر يا حضره الامر. مساء الخير. الامر ده وصل. الامر ده وصل. اتفضل اتفضل يا سعاده الباشا. اتفضل اتفضل يا سعاده الباشا. اتفضل يا سعاده الباشا. اتفضل. مين بالله يا سعاده الباشا؟ وسع عالته اهو ديري. وسع عالته كده يا علي. اتفضل يا سعاده الباشا. اتفضل. فكر يا اهل الكفر اقعدوا كده واهدوا واسمعوا الكلمتين المهمين اللي هقولهم دول. خير خير يا جناب العمده. طبعا خير يا واد. هو العمده يجي من وراه غير الخير؟ الا خير. ده خير ملوش اول من اخر يا والي. ايه الحكايه يا عمده؟ شوقتني. خلاص يا جماعه، من النهاردة ما عادش فيه فقر. من النهاردة ما عادش فيه جوع. من النهاردة هنعيش في سعادة وهنا طول العمر. الله الله الله. ليه كده يا جناب العمدة؟ هو أنت اسمك جه ولا مؤاخذة في من سيربح المليون؟ ولا يمكن بيه بطول ظهر في البلد ونهارنا يبقى جاي. اكتب يا تو اكتب يا والد تو هو. سوف يكون بنيامين أفندي باشي وش السعد ليه اللي أنتوا شايفينه ليه بشرح الأمر يجب أن ننصت ليه. فلي عايش بنيامين فلي عايش بنيامين باش فلي عايش تكسفين فندم. تكسفين لما يملى جوفك يا ابن تفيد العمش. ايه اسمه بنيامين. لا مؤاخذه يا جناب العمده، فلي عايش بنيامين فندم. فلي عايش بنيامين فندم. اشكركم اشكركم بصراحه يا جماعه، انتوا كتب لكم السعد والهنا والحظ لما يخبط على الباب. يبقى لازم نفتحه يا سعاده الباشا. ده انا والمليونير محفوظ باشا كان فايق بالعربيه بتاعته جنب الكفر، والحظ بقى ان العربيه بتاعته تعطل قدام الكفر. ما كانش قدامنا غير انا والمليونير محفوظ باشا ان احنا نقضي ليله في مندره الضيوف. ايه ايه والمندره اتشرفت بيكم يا سعاده الباشا. محفوظ باشا دخل الكفر وشاف قد ايه اهل القريه ناس غلابه وطيبين، عشان كده قرر محفوظ باشا التبرع لاهل الكفر ب 10 مليون دولار. ها الكلام دي بجد يا عبدي؟ جد مين يا عم فوزي؟ الراجل ده اصله جاي من مصر واهل البندا بيحبوا ينكتوا يعني. ايه اللي ينكت عليك يا بعيد؟ يا واد اسكت خلينا نشوف ايه العبارة. اها بشربك اللي لازق مش اتفضل كمل يا سعادة. تقف يا ولد تقف يا ولد تهو تقف يا ولد. اتفضل يا حضرتك. اتفضل. متشكر جدا يا جماعة. اتفضلوا استريحوا. شكرا. يا سلام. فأنا عشت طول عمري أجمع فلوس. الزمن عدى عليا وكل همي ازود ثروتي. ثروتي ملهاش حدود، اموالي منتشره في كل مكان في العالم، وحسيت في وقت ان حققت كل اللي انا كنت بحلم بيه. لكن اليوم اللي انا بيت فيه امبارح في الكفر خلاني احس ان العمر هيضيع وانا وحدي، لا زوجه ولا ابن ولا بنت. وسألت نفسي وقلت يا محفوظ ايه قيمة الفلوس لو ما كانتش تنفع الا في عمل الخير؟ وانتوا ناس طيبين، علشان كده قررت ان اكون واحد منكم. قررت اخلي الكفر بتاعكم ده حتة من اوروبا، وكل اللي انا بطلبه منكم انكم تقبلوا ان انا اعيش في وسطكم وتبقوا اهلي وعيش في وسطكم اللي باقي من العمر، ولما اموت ما تقولش كده يا باشا. انا حد يبكي وانتم بيصرخ عليا ويطلب لي الرحمه. ربنا ربنا يرحمك يا بيه ويرحم اهلك. ادعوا له ادعوا له يا عمر بيت ابوه. كمان ادعوا له يا عمر بيت ابوه. متشكر جدا يا جماعه. انا مش عارف اقول ايه، بس انا حاسس ان انا اتولدت من جديد. دي الكفر كلها توق اللي اتولد من جديد يا باشا. الكلام ده بجد يا سعاده الباشا؟ بجد يا بنيامين. ايوه يا باشا. سلمهم الدفعه الاولى من المبلغ. حاضر يا باشا. بجد.
بجد يا واد. امسك يا عمدي. ايه دي؟ 100,000 دولار. فلتعيش الدولارات. فلتعيش الدولارات. قولوا ادعوله. يعمل بيت ابوه. كمان ادعوله. يعمل بيت ابوه. دلوقتي يا جماعة اسمحوا لي هروح استريح شوية. تستريح؟ لا هو تتعبان يا سعادة الباشا. ما تلحقنا يا دكتور. لا دكتور ايه يا عمدي ملوش لزوم. يعني ايه ملوش لزوم يا سعادة الباشا؟ انا تصحيتك غالية عليك. ما تتحرك يا دكتور. يا دكتور لحظة واحدة اجيب الشنطة اكشف عليك حاجة. اماني بقى؟ هبقى ايه؟ هجيب لي العدة بتاعتي اهي واحلاج لك حلاجة انما ايه كده؟ ايه؟ خد هنا يا ولد. خد هنا يا ولد. هتاكله ايه لا يرجع في كلام وهتعمل له كابوريا؟ ارجع. متشكر جدا يا جماعة انا مقدر اللي مش عارفه. وانت دكتور اكيد لما احتاج لك هبعت لك. بعد اذنك اجيب العصايه بس يا باشا واحصلك. ادعوا له. ادعوا له. يعمر بيت ابوه. كمان ادعوا له. يعمر بيت ابوه. احتاج لك ابعت لك. شوف شفت اللي حصل في بلدنا يا دكتور؟ يا سلام الفلوس دي هتخلي اهل الكفر يحققوا كل احلامهم. الراجل ده اشترى حب الناس بالفلوس. ليه بتقول كده يا دكتور؟ احنا فتحنا له بيوتنا من غير ما نعرف انه هيتبرع للكفر بحاجه. اصلا مش داخله دماغي ايه اللي يخلي واحد غني بالشكل ده ومعاه الفلوس دي كلها يتبرع بيها الناس لا يعرفهم ولا يعرفوه. قلبه حان حس بالناس الغلاب وظن ده مش عيب. مش عيب اننا ندخل السعاده في قلوب الناس لو كنا نقدر على كده. تفتكر يعني السعاده وراحه البال ممكن نشتريها بالفلوس؟ الفلاح الغلبان يا دكتور سعادته في هدنة يلبسها ولقمة يوكلها العيال ودي حاجة ما تحققش إلا بالفلوس. طب وانت سعادتك تتحقق ازاي؟ أنا بحلم ببيت صغير وولاد وعيالي يجري حواليا كده ودكتور ومقياسي كمان. أنا خلاص الأرض ببيعها والمستوصف هبنيه وبعدها على طول لحد ميعاد الفرح والزغاريطة تملى الكفر كله. أنا خلاص اتفقت مع النجاة. طب مش الموافق أني الأول؟ هو أنت لسه مش موافقة؟ أني ممكن أوافق بس بس إيه؟ بس بشرط. شرط؟ شرط إيه ده كمان؟ إن إحنا لما نتجوز نعيش هنا في الكفر. يا ستي غالي والطرب رخيص، هو إحنا هنلاقي أحسن من الكفر نعيش فيها أنا وأنت؟ يلا اتفضل يا سعادة. اتفضل اتفضل. يا دي النور 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 يا دي النور. خش يا عمده خش. تعالى اقعد في ريح يا عم فوزي. باين استعد يا نبي الله يا عمده. يا سلام يا ولاد. هي دي ولاد القصور ولا بلاش؟ هي دي الناس اللي تتاجل بالده. المهم بقى يا عمده نقعد ونشوف هنتصرف ازاي في الفلوس دي كلها. ايه؟ امال انا جامعكم النهارده ليه يا عم فوزي؟ انتوا كبار البلد ولازم نقعد مع بعضينا كده ونشوف هنصرف الفلوس دي ازاي. بس اهم حاجه نستنى عم كوهين لما يجي. طب قول له ايه عم كوهين يا جناب العمده؟ احنا كده كويسين. ما تكتم يا ولد. اكتم يا ولد. عم كوهين مننا وعلينا برضه ولازم يجي يشترك معانا. خلاص يا عمده. يبقى احنا اول حاجه نفكر نعملها نجيب ثلاث اربع محاريت كده علشان اهل البلد الفلاحين الغلابه يعني يساعدوا في الحرث والزرع يعني. نهار اسود ده احنا بعد الامل اللي هنبقى فيها لسه هنزرع ونجلع. ما تقول حاجه يا عمدتني. احنا كنا خلاص الخير وصل وهنستريح من حركه الشمس وشلت الفاس. ما تقول حاجه يا عمده. اطمن يا واد يا ادريس. حلوه القصه دي يا ابني. خليك يا ابني انت مش حلاق. خلاص يا جماعه من النهارده وراصل لا عاد في حرث ولا زرع. ايه ده؟ والارض يا عم هتسيبها تبور؟ لا الارض هبيعها. ايه تبيعها لمين يا عم؟ لمحفوظ باشا. ايه محفوظ باشا مستعد يشتري اي حته من ارض الكفر وهيدفع في الفدان الواحد 1000 جنيه. يا فرحتك يا كفر البركه. قول يا وكستك يا كفر البركه. انت كده هتخرب البلد يا عم. يا سي كمال والله وكبرنا يا سي كمال وبقت العيله بتعرف تخرج من بوجينا. ولا انت مستكتر على اهل الكفر دول يعيشوا لهم يومين زي باقي الخلق؟ كل واحد يا سي جمال بيتعلق من عرجوبه. سيبه يا جناب العمده. ما انت اصلك مش عارف ان فيه الدكتور ما عندوش غير الفدانين اللي هيبني عليهم المستوصف. لما يبيعهم مش هيدخل له حاجه. لكن انت يا جناب العمده انت عندك اراضي ما لهاش اول اخر. لما تبيعها تعيش في هانة ونماح. ما تسيب الناس لحالها يا دكتور وبلاش حسن. ما تتحشم يا ولا وتتكلم عدل. ايه الكلام ده يا واد يا تريس؟ بس بقى
النهار. يظهر اني ما بقيش مكاني. حالتكم يا جماعه. استنى يا كمال يا ابني. يا خساري. ده مش كفر البركه اللي احنا اتربينا فيه. خد معاك يا كمال يا ابني. يا عم فوزي يا عم فوزي يا دكتور كمال يا عم فوزي يا عمده. يا عمده ما كانش له لازمه الكلام ده يعني. سيبك منه يا عم جاه. الواد كمال ده فاكر نفسه واصي عليا وواصي على اهل الكفر. مش كده. لكن عم كوهين البجان وصل. عم كوهين وصل. لسه كنت بجيب في سيرتك يا عم كوهين. عم كوهين عم كوهين عم كوهين. وسع وسع يا جلال العم. ما تدخل يا عم. عم كوهين ايه ده؟ الا صحيح اللي سمعته ده يا عمده. طب ارمي السلام الاول بلا السلام عندك بفلوس. بيقولوا في راجل غني اتبرع للبلد بفلوس فلوس كتير قوي. هي كتير بعقلي يا عم كوهين كتير قوي قوي قوي. بس اهم حاجه نقعد مع بعضينا كده ونشوف هنصرفها ازاي. ونصرفها ليه؟ انتوا تدوها لي وانا اشيلها لكم وكل يوم اديكم الارباح. والمثل في بلدنا بيقول لو عايز القرش يبقى قرشين اديهم لعم كوهين. يا عمده ما تسمعش كلامه يا عمده. الكلام ده يا عم كوهين لما يبقوا قرش ولا قرشين. عارف. لكن دي ملايين. بتقولوا ملايين؟ 5 مليون دولار يا عم كوهين. 5 مليون دولار؟ طب حد يسند ده انا دوخت. ايه الحاج يا جماعه؟ ايه الحاج يا جماعه؟ اجيب بشادر ولا بس 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 انا عارف علاجه. انا عارف علاجه. انا معايا فلوس اهي شممها له. لا 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 نقعد مع بعضينا كده ونفتح مصنع موبايل دي وهو الفلاح منين برضيك ما يقدرش يستغنى عن التليفون المحمول يا بتاعه. يا عمده يا عمدتنا يا عمده الكفر الفلاح الغلبان ده هيجيب الموبايل ينال ينال بيه ايه؟ هتعيش وتموت مش ابديتنج. انا عايزك تكون كده متحضر. لازم الفلاح من هنشتم بقى. لازم الفلاح من هنا يكون معاه موبايل. لا يا 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 جراب العمدي اني اؤيد واشجب الكلام اللي انت بتقوله. ايد يا ولا براحتك. ايد احنا فعلا لازم نجيب الموبايل وكمان نفتح مصنع للديش. ايوه مصنع للديش. الواد محروس بتاع القهوه جايب ديش وحطه فوق القهوه وعامل المشروب بجنيه. يسلم فمك يا سعد. بجد بجد يسلم فمك. اه ده تجد ولا بلاش؟ ايه يسلم فرمك دي. ايه ده يا عم؟ ايه انت وضح قول. خلونا بقى نجيب على وش الدنيا. اني الاسبوع الجاي هاخد المدام والاولاد ونروح الملاهي بتاعت السندباد. هاخدها بقى السندباد بقى ونركب القطر. هتاخد مين؟ المدام. انا مش فاهم. اتفضل يا عمري. يا واد المدام ماي براذر يعني الست بتاعتي مرتي. اتفضل يا عمري. ايوه ايوه بتضحك عليا يا واد. ايوه جاتك ايه يا واد يا ادريس؟ بقى سنيه الحفل يا مرتك بقت مدام. يتحشم يا واد يا سعد بقى بتلسن على الجماعه. يا راجل بقى يا جماعه الدور والباقي عليك انت يا فاشل. يا راجل يا واد انت هو يا واد احترم وجودي. واد يا ادريس. نعم يا عمدي. انت يا والي. نعم يا عمدي. انت مش هتروح الملاهي يا والي. ليه يا عمدي؟ يعني هجيب لك الملاهي هنا. ابوسك يا عمدي. ايه ده ايه يا عمده الكلام اللي هتقوله ده؟ وليه ده؟ وليه لا يا عم جاب؟ عندك حق يا عمده. الارض اللي جنب كنيسه نبني عليها ملاهي. اشي مرسع اشي مراجيح اشي زقازيق وبيت الرعب يا عم كوهين بيت الرعب. ونبني كمان كريزي ووتر وبنبط بقى يا كفر البركه. وهو بدل ما الواحد يصرف فلوسه بره الكف يصرفها جوه الكف ويبقى دخل قومي. مظبوط. وزيتنا يبقى في دقيقنا ورقصت يا جدع. ايه 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 ارقص. سلام يا ولاد. اهلا يا بونا. سلام يا بونا. سلام بك يا بونا. ازيك يا بونا؟ فرح كمان وكمان. بركه دعواتك تكون معانا يا بونا مين. يبقى الخبر اللي سمعته مظبوط. انا كنت متاكد ان ربنا هيفرجها. دلوقتي بقى نقدر نشتري حته الارض ونوسع الكنيسه. يا
ايه الامل اللي كنا عايشين نحلم بيه كلنا؟ ولا ايه يا عمر؟ طبعا طبعا يا ابو نميني. واحنا في ديك الساعه يعني كده لما يكون عندنا كنيسه واسعه وجميله منارتها عاليه والدجاج راسها لاجل ما تجمع اهل البلد على اسم الرب يسوع. كلام جميل، كلام معقول. وما دام الفلوس موجوده يا عمده يبقى خير البر عاجله ولا ايه؟ انت سيدي العارفين يا ابونا، احنا محتاجين نعمل مشاريع لاجل ما نحسن مستوى اهل الكفر. احنا يا ابونا بالفلوس اللي معانا دي يا دوبك يا دوبك هتكفي كم مشروع اللي هنعمله ده. احنا محتاجين محاريت ومدرسه ومستوصف. والبلاه ايه البلاه يا عم؟ اكتب يا ولد. انا عايز البلاه. لما الكبار يتكلموا تسيب بنت ده بتنسد. انا ساعد انت يا ولد. قول له يا دي ادريس. بلاه ايه دي ولا ها؟ قول له اسكت فيه تاني. والموبايل يا عمده وديش يا واد يا واد اكتم يا واد. لما العمده يتكلم نقعد ساكتين. حاضر. وزي ما قلت قدسك يا ابوني ان الفلوس يا دوبك هتكفي كم مشروع اللي هنعمله. وارض الكنيسه يا عمده. ارض الكنيسه سوف يتم وضعها في الخطه الخمسيه الجايه ان شاء الله. الخطه الخمسيه. يحيينا ويحييك ربنا يا عمده. ايوه كل اللي انا محتاجه منك كده يا ابونا دعواتك لاجل ما المشاريع تكبر والفلوس تجري في ايدينا ونبني الكنيسه ونوسعها. طب وليه نبني كنيسه واحده يا جناب العمده؟ طب احنا ساعتها نبقى نبني كنيستين. لا 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 احنا نبني مجمع كنائس. ولا مجمع، قولوا بقى مين. امين. ربنا يديكم على قد نيتكم يا اولاد. اهم حاجه تحطوا قدامكم كلام الكتاب، محبه المال اصل كل الشرور. معقول؟ ربنا معاكم يحميكم من شر انفسكم. هو ابونا مين ماله؟ ده مش ماله ولا من، ده مال ربنا. مال ربنا اللي بعته لكم عشان اتعمروا به كنيسته، وانتم عم تصرفوها في الهرج والمرج والملاهي. اجلبها غم بقى، اجلبها غم وعيط الناس. ايه بس يا عم يا عم جاب، ده انا همي مصلحه اهل الكفر. وبعدين هي الكنيسه مالها؟ الكنيسه مالها؟ ما هي الكنيسه فايضه وفي ناس كمان من النجوع اللي جنبينا بتيجي تحضر. وبعدين اللي عايز يصلي يصلي في اي مكان. سيبكم الموضوع اللي بيجلل الجيب دي. وادي يا ادريس كنت عايز مني حاجه. بقول لك يا عمر. ايوه قول. كويس انك فكرتني يا عمر. ايوه فكرت. انا الشنطه دي عايز ابيعها، وحشه بقى عايز ابيعها. ليه؟ حلو؟ عشان اكمل على ثمنها واجيب كوافير لستات الكفر عشان شكلهم بقى وكده. فكره جايين تستاهل عليها بوسه يا والي. لكن ما ستات الكفر دول كلهم محتاجين عمره. ايوه الست من دول تتجوزها تجلب لك بعد الجواز شيخ غفر. بقول لك يا عمده. ايوه. اوعى تنسى الملاه، كنيسه، الارض اللي جنب الكنيسه نبني عليها الملاهي وكريزي ووتر والبلباطه. عندك حاجة يا عم كوهيه. فادي يا ساعة. ايه بقى مين يا جلاب العمدة؟ ولا ادريش. انا عمدة. انا عمدة. انا اهو. عايزكم تلفوا على اهل الكفر كلها. وتبلغوهم من هنا ورايح ان المشورة هي مشورة العمدة. حاضر يا عمدة. فكر يلا انت وهو يلا. وجب يا حضرة العمدة. سلام. المشورة مشورة العمدة، والرأي رأي العمدة، المشورة مشورة العمدة. ايه يا واد انت بتحفظ جدول الضرب. بس أهم حاجة الفلوس دي هنصرفها ازاي؟ مالك؟ مالك يا زفتون ماسك فيا كده ليه؟ اصل الارض دي يا ريس الواحد ما يضمنش فيها نفسه. اثبت اثبت يا عبدين. مش ممكن ينط علينا ارهابي من فوق الشجره؟ ارهابي؟ فوق الشجره؟ ولا ينفجر فينا لغم؟ انت ترعبني ليه يا عفريت؟ ما تثبت. في ايه؟ بني ادم؟ وايه يعني يا اخي؟ ده بني ادم ده لا بيسمعنا ولا يشوفنا ولا يحس بينا. يسمعني ولا يشوفني ولا يحس بينا؟ ايوه. ده ملوش ديل. ملوش ديل؟ وريني كده. ده ملوش ديل. انا عارف انتوا قاعدين عايشين ازاي من غير ديل. المهم خلينا في اللي احنا جايين فيه، في الحزون وقبلوه.
يا مرحب يا مرحب بيك يا ريس، دي دخلتك علينا في الكفر اللعنة انا ما كنتش احلم بيها. زي ما لقيتك شايف الناس ابتدت تتغير، كل واحد بقى يبص لنفسه، كل واحد بقى يفكر في نفسه، القلوب ما عادتش بيضة والنفوس ما عادتش صافية، الكل بيدور على الفلوس، الانسان اصبح فلوس عبد. واحنا لسه في البداية. انا مش عارف اقول ايه، لكن الفضل كله يرجع لرئيسنا، هو مثلنا الاعلى في الشر والاذيه والمرار نفسه. تفهم اصول اللعبه، الناس تلعب لعبه الشياطين. لعبه اللي بتتكلموا عليها دي لعبه امالسا، استمتعني في عالم الشر. عارفين ليه؟ ليه؟ قولوا انتوا بقى ليه؟ ليه؟ ان الحب لسه موجود، بس الدكتور بيحب احلام، ولسه الكاهن بيحب البلد واهل البلد. طول ما الحب موجود عمر ما الشر ما هيلاقي طريق، طول ما الحب موجود عمر ما الشر ما هيلاقي طريق. يا سلام يا سلام على الكلام والحكم اللي بيشروا اطرام البقط يا ريس، قولوا علمنا يا ريس. طيب طب قول لي يا ريس، قول لي اعمل ايه؟ اسمعني يا حزون يا ابني، اللي ما ترمي جذور الشر لازم تقلع درع الحب، لاجل ما ترمي جذور الشر لازم تقلع درع الحب، لاجل ما تقتل حب في قلب اكسر كل ميزان للعدل، لاجل ما تقتل حب في قلب اكسر كل ميزان للعدل. وساعتها تبقى اللعبة بجد، لعبة شياطين، لعبة شياطين، لعبة شياطين، لعبة شياطين. ابليس الاعظم جاي يزور، ابليس الاعظم اقف هناك. حاضر حاضر حاضر. يلا يا مريض. جميل يا اطلع 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 اطلع. لا قدامك يا عمده واسمعني كويس، الحظ جالك بيخبط على الباب، فلوس الكفر بقت في ايدك، الحق نفسك ده الزمن دوار، اظن سلموا القط مفتاح القرار. الحظ جالك مين يا عم قد ايه؟ عم كريم يا عم كريم، كنت زمان بتسلم، خليك في سكتك، كمل خطتك، اللي ما يدفعش احبسه اسجنه، مص دم الغلبان وما تقلقش. يا عم كريم متخافش، سعد يا ابن كفيدة عندك قراطين بيعهم وتجوز بيهم يا عبيد، خدها من الواد يوسف اللي هيفقرها معاه. هو صحيح صحتك لكن المهم مصلحتك. سيب يوسف اللي مش عارف يجيبها في مالك وماله يا كشيب بتاع دجاج، سعد معاه قرشين هتكوشي عليهم وبعد جواز هتبقي هاني مسد الهواني. الدكتور فقير غلبان عمره ما مسك قرش بايده، خليكي معايا وانا هجوزك سيد سيدي، واللي معهوش ما يلزموش. يا عم جاد يا عم جاد، اوعى تبقى ظالم، اوعى ترمي بنتك، ولا هو عشان عم فوزي ما هو صاحبك تجوز ابنه الفقير الكحيان لبنتك؟ اديها للي يقدرها وبالمال يتقلها وما تبقاش ظالم. يا
حتى الظلم حرام. كفايه بقى، كفايه قوي عليهم كده. كفايه عليك كده يا كفر البركه. ايه بقى؟ لا استنى بس. الواد سعد وجع على الجاموسه. كفايه كفايه كده. لسه وراح الواد ادريس نط عليه. ايوه انا. راحت الجاموسه قعد عليه هما الاثنين. كفايه كده يا عمده. انا ههريك ضحك يا باشا، ده انا هفطسك بالضحك دلوقتي. انا قلبي وجعني من كتر الضحك. ادي ادريس، فين الواد سعد اما نوريله حاطط الجاموسه؟ مش ايه ده؟ ايه ده؟ هو اهو الواد لابس. ايه ده اللي انت راكبه ده بقى؟ ايه الواد سعد اهو يا عمده؟ ايه ده يا والد؟ يا ولي ايه ده؟ اجيب لفه يا ولي. اجيب لفه. واسع على ده بتاعي. هات لفه بقى. اديك لفه ايه ولا لف؟ هلف عليك حبل المشماء. الو ايوه ايوه ولا يا سعد. انت يا ولا يا سعد. استنى يا عم ده بكلم في اللفه فوق. بتكلم مين يا ابني؟ تفيدي. بكلم مامي. تفيدي. عرف لك انا يا عم. الو ايوه يا مامي. يا مامي خلي بابي يوطي صوته شويه مش سامعك. يو طب سكت الجاموسه يا ابوي. عاوزه ايه طيب؟ عاوزه ايه؟ قلم حواجب وبودرة خدود؟ ليه يام؟ ما انت طول عمرك بتستعملي الدقيق، ايه اللي حصل؟ حاضر يا ابني. هجيب لك هجيب لك بس وطي صوتك يا ابوي. ايوه عايزه ايه تاني؟ عاوزه ايه؟ عاوزه بادي؟ ايه ده؟ ايه البادي ده؟ انا مش لسه جايب لك بنطلون استريتش اول امبارح؟ يبقى بادي وبنطلون استريتش دي حاجه اخر مسخره. هجيب لك بالجلدي هيفاء. هجيب لك. عاوزه ايه كمان؟ عاوزه لينسز. لا يما لحد اللينسز والشبكه فصلت. يا باشا يا باشا اللينسز قال. يا باشا يا باشا اللينسز. شفت حال الكفر بقى تمام التمام ازاي يا سعد الماشي؟ ما انا واخد بالي يا عمده. سعد جاب سكوتر. معايا موبايل. لا ايه بقى يا ابني؟ انت معاك موبايل؟ اه. الموبايل بتاعك كان ايه؟ انا لسه ب 7809. يا ابني ليه؟ 7809؟ ايوه. طب تصدق؟ نعم. انا موبايلي 9810. ايه ده بجد؟ انت جايبه قبلي على طول. اه. لا ناصح يا والد. اه ما انا عارف. طول عمره الواد ادريس ده ناصح. بالك انت يا سعاده الباشا 6 اشهر اللي سعادتك قعدتهم معانا دول واهل الكفر ما بطلوش ضحك. كله بقى يلعب بالفلوس لعب والاشياء بقت معدن والحمد لله. اكيد اكيد يا عمي. الو لازم تشحنوا الطلبيه النهارده. عاوزين 10 طن سكر و10 طن عسليه واهم حاجه اوعى تنسى 10 طن حبل عزيز. الربع بقرش. حبل عزيز. الربع بقرش. وادي يا سعد عم كويس ترى موبايل زيك يا والي. الله يرحم الكوز ابو فتلي. ما تتكتم يا واد. الله ما تتكتم. لا مؤاخذه يا باشا. هو عم كوهين بيشتغل في ايه يا عمده؟ اسم الله على مقام سعادتك كيري. عم كوهين بيشتغل في الاستيراد والتصدير. بيستورد عسليه ونداغي وحب العزيز. الربع بقرش. حب العزيز. الربع بقرش. ما هو كله بيجيب فلوس يا باشا. اكيد. بص بقى يا عمده. ايوه يا سعاده الباشا. احنا عايزين نتكلم جد شويه. يا سلام ده احلى حاجه الجد. ده انا احب الجد واموت في الجد يا سعاده الباشا. احنا عايزين حته ارض كده صغيره نبني عليها ملاهي لاهل الكفر. خلي اهل الكفر ينبسطوا ويفرحوا شويه. ما سعادتك عارف يا باشا ان سعادتك اشتريت كل الارض اللي حداني. لسه في حته ارض يا عمده انت ناسي. حتة الأرض اللي جنب الكنيسة؟ لا لا، حتة الأرض اللي جنب الكنيسة دي
ابونا مين عايزها عشان يوسع عليها الكنيسه. محتاجها ابونا مين عشان يوسع عليها الكنيسه. يا ابونا يا ابونا خلاص الكنيسه بقت ضيقه والنهارده محدش بيروح الكنيسه، كله مش فاضي للكنيسه. ايوه عم كوهين عنده حاجة يا جناب العم. عم كوهين عنده حاجة. القداس بتاع يوم الجمعه اللي فاتت ما كانش فيه غير اربع تنفار، الناس خلاص ما بقتش فاضيه للكنيسه، الناس كلها بتلعب في البيسبس. يعني بيتهيألي كده عمده حكايه توسيع الكنيسه دي ما عادش ليها لازمه ولا ايه؟ صح يا كبير البلد؟ اذا كان ده رايكم يا اهل البلد خلاص اللي تشوفوه. ايه؟ خد يا عم جاد وقف، تعالى يا عم جاد. تعالى تعالى نقعد الاول. إيه؟ استنى عليكم يا مباراه معانا. ازيك يا عم جاد؟ تعالى نقعد في ريحي. اقعد يا باشا. ازيك يا عم كويس؟ تعالى يا عم جاد. ازيك اهو؟ معلش يا عمده، معلش كده بضيق يا عم جاد، خليك واقف. كيفكم يا كبراء؟ الحمد لله تمام. تشرب شاي؟ ربنا يخليك يا عمده، ربنا يخليك يا عمدتي. ايه واد يا عم فوزي وصله كمان. تعالى صدى يا عم فوزي. شكرا يا عم. تعشب شاي. الله يخليك يا عمده. ما تيجي يا عم فوزي. انا كنت جاي لعم جاد كده في كلمتين وماشي. اهلا بيك يا عم فوزي. اهلا يا دكتور. يا مرحبا يا دكتور. عايش تدوس الارض يا مرحبا. إيه؟ لما اخلص كنت عايز عم جاد في كلمتين. اتفضل يا دكتور. ما فيش حد غريب، ده حتى الباشا بقى مننا وعلينا. والله يا باشا. لا يا عم جاد، انا هسيبكم براحتكم واخد العمده وكبارات البلد ونقوم نتمشى شويه في الكفر. يلا بينا. حمي العزيز. الربع بجر. حمي العزيز. الربع بجر. استنى يا والي. انا اهو السكوتر ده متعب. هه خير يا دكتور؟ خير 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 يا عم جاد. اصلي قبضت الجمعيه وقلت اجي بقى عشان نحدد ميعاد الفرح. الدكتور يا سيدي مش قادر يصبر. اول ما قبض الجمعيه يا عم جاد وتلاقي مع الجرشينات قال لي شوف بقى يابا بيني على عم جاد. وانت خبر بقى يا عم جاد. وانا ما عنديش مانع يا عم فوزي، ما عنديش مانع. انت عارف يعني الدكتور عزيز علينا قوي، بس يا ترى يعني يا دكتور يعني لا مؤاخذه في دي الكلمه غبطت بكم الجمعيه دي؟ يعني 500 جنيه بالتمام والكمال. ايه ايه 500 جنيه؟ ويا ترى يا راجل هتنفع تجهز وتتجوز من كل 500 جنيه دي؟ انت ايه يا عم جاد؟ ما قصديش يا ولد، بس احنا البنت عشان تتجوز لازم تقعد في بيت مبني بالطوب الاحمر ويكون دورين، ولازم كمان يجيب لها ثلاجه وغساله وبوتاجاز وتلفزيون وفيديو، ولازم كمان يجيب لها دش. دش يا عم فوزي، واهم حاجه بقى الدش دي. كلام ايه ده يا عم جاد؟ ايه كلام العقل يا عم فوزي؟ كلام العقل يقول ثلاجه وبوتاجاز وغساله وتلفزيون ودش، وكمان ابني جبت كله منين يا عم جاد؟ يا حبيبي اللي معوش ما يلزموش. ما يلزموش. بس ده ما كانش اتفاقنا من الاول يا عم جاد. يا حبيبي الاتفاق ده كان زمان ايام الفجر، انما دلوقت حاجه تانيه خالص، كل شيء اتغير خلاص، كل شيء ما بقاش على حاله. وبعدين ما انت حتتك يا اخويا حته الارض، ما تروح يا اخويا تبيعها وتتصرف بتمنها. ما انت عارف يا عم جاد ان دي الارض اللي هبني عليها المستوصف. خلاص يا دكتور خلاص، حط عقلك في راسك تعرف خلاص. سلام انا ماشي. استنى بس يا عم جاد، نتفاهم يا عم جاد. بلا جاد بلا نتفاهم بلا بتاع. يا عم جاد يا عم, يا عم جاد. جاد يا عم جاد اسمع بس. شفتي شفتي يا احلام؟ سمعتي كلام ابوك بيقول ايه؟ ده مش كلامه يا دكتور، ده كلامان. قصدك ايه يا احلام؟ قصدي ان لازم اعيش زي بنات الكفر ما هي عايشه. وبنات الكفر عايشه ازاي بقى ان شاء الله؟ بنات الكفر البنت النهارده يا دكتور بقت بتسكن في بيت، بيت من دورين ومبني بالطوب الاحمر وحواليه جنينه ومليانه ورد. ما بقتش تلبس الذهب القشره بتاع زمان، لا ده بقى بيجي لها شبكه عيار 21 ذهب خالص وبيبر، وكمان فستان الفرح بقى بيجي لها من مصر. وطبعا لازم الشبكه تكون عموله ويكون عندها فلوس في البنك وعربيه مركونه على باب الفيلا. ومال وماله يعني لما عايز زي بنات الناس هو اني اقل منهم؟ الحب الحب يا احلام اللي بيعمر كل البيوت، مكانه فين؟ ليه بقى مكانه الجيسة الشرويات اللي انت بتجراها يا دكتور؟ اتغيرت قوي يا بنت الناس. كل حاجه حوالينا اتغيرت. بص شوف كده الناس بتكبر وبتعلى، الفلوس صبحت الكفر بالكون وعايزه اللي يجي ويغرق منها. ما انت عارفه ظروف، وان اللي جاي على قد الغايه.
يبقى ايه؟ يبقى تبيع الارض. مستحيل. بص يا دكتور، محفوظ باشا بيشتري متر ب 500 جنيه. محفوظ باشا ده يشتري ضماير الناس، يشتري شتكاتهم بفلوسه عشان يعمل اللي هو عايزه في البلد، لكن انا لا. بص، الكفر الغلبان بتاع زمان ما عادش هو كفر دلوقتي. المحمول دخل كل البلد والدش بقى على كل دار، والبضاعه المستورده ماليه السوق وعايزه اللي يجي ويشتري منها. وبعدين انا زهقت. ايوه انا زهقت، ومن حد عايز بقيه الناس. وبعدين صريح العباره كده، انا محفوظ باشا ابني عارف من مصر عريس. ايوه عريس. الظاهر ان محفوظ باشا ده ما دخلش الكفر بس، دخل قلوبنا، حشش جوانا، مع فلوس عاوز يشترينا بيها. لكن الحق عليك، الحق علينا احنا ان احنا نبيع له الثمن رخيص. عن اذنك. سلام. ايه ده؟ استنى يا دكتور استنى. انت مش عايزه تسمعيني ليه يا بنت؟ بقول لك خلاص، جبت البوتاجازه باربع عيون وكمان يونيفيرس. خلاص بقى، لو بوتاجازه ولا دياولو كان زمان وجبر يا واد. كان زمان وجبر؟ ما تفهميني قصدك يا بنت الناس، ايه الكلام الجديد ده؟ قصدي انك فقير وما حلتكش اللاضي، واني غلباني ومن كسري، ولو خلفني هنجيب عيال شحاتين. اسمع كلامي يا ابن الناس، روح دور لك على واحده معاها قرشين اتجوزي. انا ما انفعكش. في ايه يا عزيزه؟ ومن انت كان الفار عيب؟ بصي بقى ده انت تعبتني. انا بصراحه العباره كده لازم اقولك، احنا لازم نفترق. لازم نفترق. نفترق؟ انت اتخبلت يا بنت في نفخك ولا ايه؟ ولا شغلك في الارض؟ سيح دماغي. انا ما اتخبلتش. انا اتخطبت لمين ان شاء الله؟ رياني. سعد بتتفيد. عزيزي. انا مش مصدق نفسي، انا مش مصدق عيني. شوف يا يوسف، شوف يا ابني، المصايب لما تنزل على راس البني ادم لازم يتحملها. وبعدين انا هقول لك على حاجه، هي عزيزه ما غلطتش. ايوه ما غلطتش. ما مش معقوله هتسيب داني ساعه وتتجوزك انت يا كحيا. وايه الفرق؟ الفرق كبير قوي. انا عندي سكوتر يا ابني. صح. انت عندك سكوتر؟ ما عندكش. وبعدين كمان الفدانين اللي عندي اللي ادهم دي العمده، انا هبيعهم لمحفوظ باشا وكلتها كام سنه وابقى من كبارات البلد. واه، وياك هتجيب لي الثلاجه يا ولد. 24 قدم مفروست. وال التزفليون الملون 114 بوصه برموت كنترول. وياك هتجيب لي الشامبو. هديه جوازنا يا عزيزه، ازازه شامبو بالبرسيم. يخليك ليا يا مهنيني. شوف يا بنت يا عزيز. ايوه. انت دلوقتي أنا واقف قدامك اهو، انت ساعه، ويوسف الكحيان المرقع واقف قدامك اهو، وهو يوسف، وانت قدامك تختاري. يعني أحيح. يعني ايوه. ممكن تسهلها لي؟ يعني يعني اختار. اختاري يا بنت. عندك وسائل مساعدة. طب اتصل بامي. امك دي هنروح لها علشان اخطبك منها يا بنت. انت يا ولد. بعد الفاصل من الاعلانات. يبقى كسبنا المليون يا ولد. جدع يا بنت. يلا بينا. يلا بينا يا بنت. يلا. فيلك. البرنامج يخلص واكمل على طول. شوف يا واد يا يوسف، انا هقول لك على حاجه، انت لسه واقف ما مشيتش ليه؟ طب انا هقول لك على اقتراح يعجبك، انت تروح ترمي نفسك في عشه فراخ، ماشي؟ هيجي لك انفلونزا الطيور تموت وترتاح من عيشتك، ماشي؟ ولا اقول لك ارمي نفسك في الساقيه، انتحر يا يوسف، ارمي نفسك في الساقيه وانتحر. ترجمة
عندك حق، الكفر ما عادش في مكان الفقير، الفقير ما ياكلش، الفقير ما يشربش، الفقير ما يحلمش، حتى الحلم، حتى الحلم استخترتوه عليا ما بقالوش لمكانك. الفقير يا ناس ملوش جواز، واللي معهوش بيلزموه، واللي معاه ما يدروش، والفقير مش لازم يعيش، مش لازم يعيش، مش لازم يعيش. زرتون خلوص. نعم يا ريس. نزلت الكفر؟ نزلت يا ريس. البني ادمين عايشين ازاي؟ تقريرا بني ادمين هما زي ما هما يا ريس، كل مكان وكل زمان، الانسان هو الانسان مقهر وغلبان، فاكر نفسه انه يعيش على الارض مخلد، لكن للاسف الكفر لسه بيت ولا خير، لسه خير موجود وناشر جناحه حوالين الكفر. كمل كمل يا دكتور. كاهن الكنيسة، كاهن الكنيسة هو المشكلة الوحيدة اللي بيقابلها لحد دلوقتي، وللأسف مش عارف يحلها. كاهن الكنيسة هو اللي بينشر الخير في صدور الناس، لا ده عامل زي الشجرة المغروسة اللي لازم تنقطع من جذورها. بعدين حزون حزون. يا مرحب يا ريس، يا مرحب. لعنتك حل على الكفر، وانا حسيت بيها اول لما نزلت. احمد قد فيك تقريب زي الزفت. ليه؟ ليه كده يا زبطون؟ ما احنا كنا اصحاب. هو عشان خاطر الصحوبيه كان لازم افتن عليك واوديك في 60 داهيه كمان. ده احنا شياطين يا جدع مش بني ادمين. زبطون انا بحذرك. بس انت اهو انا عرفت كل دقيقه في الكفر. يا ريس يا ريس، انا نفسي نفسي تقول لي كلمة واحدة بس تشجعني بيها. شجعك؟ يا ريت يا ريت يا ريس. شياطين شياطين. ايه ده؟ نعرف تعبان ما يموتش لما ينضرب على دماغه. كاهن كاهن الكنيسة، كاهن الكنيسة يا ابليس يا محترم، يلف في البلد يحكي على لعيبك الخايبة، يكشف لهم بيقول لهم انا عيبك الخايبه يا خايب. كاهن الكنيسه ده لازم يخرج من الكفر دلوقتي. حد فيكم يقول لي حل يا ريس؟ احنا هقول احنا احنا نقتله. ايوه يا ريس نقتله. لا ما نقتلش حد، خليهم يخشوا في صراعات وانقسامات لغايه ما هم اللي يقتلوا بعض. سامعني؟ طب يا ريس ازاي ازاي هنعمل خطه نخليهم يقتلوا بعض او يقتلوا الكاهن؟ ازاي ازاي؟ قول لي اعمل ايه؟ لا بقى لعبتك يا حزون. واسمع انك في راسك تعرف خلاص مع الشر. مع الشر يا ريس ما تقلقش، حزون ولد حزون مش راح يغلب مع مين الكاهن. حاجه ما يتسكتش عليها ابدا. هدي نفسك بس يا باشا، هدي نفسك وقول ايه اللي حصل. الموضوع زاد عن حده وانت كبير البلد وقمضتها ولازم تتصرف. افهم بس افهم يا باشا، ايه هو الموضوع ده؟ كاهن الكنيسه، كاهن الكنيسه يا عمده. ابونا مين؟ ايوه ابونا مين. ماله؟ زودها قوي، داير في البلد من طولها لعرضها عمال يشنق عليا. يا باشا ابونا مين راجل صالح والناس كلها بتحب. والراجل الصالح ما يدورش على الخير لاهل البلد؟ راجل صالح برضه ما يخليهمش يبيعوا اراضيهم يكسبوا. مش عايزهم يبيعوا اراضيهم، عايزهم يفضلوا عايشين في الفقر طول عمرهم. الكلام ده ما يخش على الرواد. يعني
انا هتبلع على ابونا مينا؟ الراجل من ساعه ما الكنيسه فضيت عليه وهو داير في كل حته بيتهجم عليا. انا هيتهجم عليا؟ انا اللي ضحيت بمالي وفلوسي وكل اعمالي في مصر وهنا في كفر قال عشان اخليه حته من اوروبا؟ انا هيتعمل فيا كده يا كبير البلد؟ ده ظلم ظلم. هدي نفسك وما تعملش نفسك كده يا تعبت ازاي؟ هدي نفسه ازاي يا عمر؟ ده داير في البلد عمال يقول على الراجل الطيب ده اللي بيشير الضمائر بالفلوس وقال ايه؟ مش عايزهم يروحوا الكنيسه. ده برضه اسمه كلام يا عمدة لكبير البلد. خلاص خلاص يا بنيامين، خلاص يا عمدة يا كبير البلد. انا حاولت اعمل حاجه للكفر واهله، لكن الظاهر ان ابونا مينا مش راضي ان انا اكون في وسطك. انا مش عايز مشاكل، انا هلم حالي ومالي واسيب الكفر وارحل. ترحل؟ ترحل لا يا سعاده الباشا، ترحل ازاي وتسيبني يا باشا؟ ده لو الشمس يا باشا لا سعيتك نعمل من جلدنا شمسيه ونضلل عليك يا باشا. ده لو نور القمر، لو نور القمر ضايقك بجدنا نسده يا سعاده الباشا. ده لو حد من اهل الكفر دول كلاتهم لسن عليك بكلمه كيري ولا كيري اقطع لسانهم اللغلوك. ترحل وتسيبني ازاي يا باشا؟ ده انت سيدي وفاج راسي، ترحل وتسيبني ازاي؟ انا ما عادش ليا مكان يا عمده، انا هسيب الكفر وارحل. كل ده ليه؟ كل ده عشان خاطر ابونا مينا؟ هدي نفسك انت بس كده يا باشا وانا هتصرف معاك. اتصرف يا عمده، ويعني انت بايدك ايه تعمله؟ انت بتتهم ابونا مينا انه بيحرض اهل الكفر كلاتهم عليك. انا هجيب ابونا مينا هنا واجه كل الناس. توصل لحكمه يا عمده؟ وليه لا؟ وتهمته؟ تهمته تبقى ايه يا عمده؟ تهمته موجود، ولو مش موجود انا مش لهاله. والقانون متصار، العدل محفوظ. وتهمته ايه يا عمده؟ تهمته ايه؟ في تهم كتيره متجيده ضد مجهول، والمجهول يصبح معلوم، والقضايا ممكن تفتح من تاني. بس ابونا مينا ده راجل كاهن كنيسه، يعني راجل ايمانه قوي. هو بيقع في الخطيه الا الناس القويه، والكتاب بيقول طرحت كثيرين جرح وكل قتلها اقوياء. مش كده برضو يا عمده؟ كلام معجوب. يا اهل الكفر الحقوني، يا اهل الكفر في مصيبه. ايه ايه مصيبه ايه يا عمده؟ ما كفالة شر مصيبه يا عم جاد. محفوظ باشا عايز يسيب الكفر ويرحل. يرحل ويرحل يرحل يرحل. انا فين يا جنب العمد؟ ابونا مينا يا سيدي، ابونا مينا قال ايه؟ مش راضي عن وجوده والطين. ما هو لازم ما يرضاش لان هو الوحيد مالوش في الحب جانب. ايوه 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 أيوة بقى انا فهمت دلوقتي، عشان الديه داير في البلد كلها عم يقول توبوا توبوا. هم احنا اهل البلد دول كانوا عملوا ايه الغلابه دول يا عمد؟ ايه ده بس؟ لا ايه ده؟ ايه ده يا عم جاد؟ ما تصحش يا عمد. ايه ده يا عم جاد؟ والجنون لازم ياخد مجراه. الحق يا عمدتني، الحق يا عمدتني. ايه يا دي؟ مصيبه كبيره قوي يا عمدي. مش مصاحب المصايب، قول لي في ايه؟ يا خبر اسود، الحمص الهادي قال واخفى عن خبر مجهول. حاضر يا عمدي. وزي ما قلت لكم ان الجنون لازم ياخد مجراه، والعداله هتشوف شغلها. وانا جالي خبر ان ابونا مينا ارتكب جريمه. جريمه؟ جريمه خطيره قوي يا اهل البلد. خد يا سعد. تعمل ايه يا جناب العمدي؟ عايزك تلف في الكفر حته حته وما تجيش الا في ايدك يا ابو نميل. انا مش محتاج الف ولا اعمل يا جناب العمده، انا كنت شايفه داير على اوله الكفر وكان عمال ينادي بحرجه، عمال ينادي بحرجه ويقول يا ناس يا اهل كفر البركه اصحوا من النومه اللي انتوا فيه، عدو الخير على الابواب، ما تسمعوش كلام الاغراب، عدو الخير على الابواب، ما تسمعوش كلام الاغراب. ابوني فوق، اصحوا من النومه اللي انتوا فيها يا اهل كفر البركه، ارجعوا لكم الرب يسوع ده مستنيكم. توبوا. كويس انك جيت يا ابوني، انا كنت لسه هبعت لك دلوقتي. خير يا عمر؟ كنت عايز اخد منك كلمتين كده. بتكلم بقالي شهور يا عمر، شهور ومحدش عايز يسمعني. يسمعوك ازاي؟ يسمعوك ازاي يا ابو نمينة بعد اللي عملته ده؟ عملت ايه يا عمر؟ ازاي تعمل كده يا راجل يا بركة؟ انا ما مش قادر اصدق، مش قادر اصدق ان ابو نمينة عمل كده. ابو نمينة، انا مش قادر اصدق يا عال، مش قادر اصدق. بقى انت يا راجل يا صالح تعمل كده؟ الراجل الصالح ابو نمينة يعمل كده؟ يا جماعه قبل ما تتهموه لازم يكون في شهود
ويكون في جريمة أصلا. ما هو لازم ينكر، لازم ينكر يا محفوظ بيه. هو اللي قتل، هو اللي شفته، هو اللي عمل كل ده. طمن يا محفوظ باشا، الشهود موجودين، الشهود موجودين وكله تمام. واد يا سعد، أنا شفته. أيوه شفته، شفته بعناية دول اللي هياكلهم الدول. شفت إيه يا سعد؟ اهديه بقى الكلام الماسخ اللي ما يجيبش همه، انا شفتك وخلاص. وانت يا ادي ادريك؟ انا هقول الحاج ولا على رقبتي يا عمده. شفته ولا ما شفتوش يا والي؟ شفته يا عمده، وربنا يحاسبني لو كنت بكذب. وانا يا عمده، انا شفته بعناية دور اللي هياكلهم الدور. وانت شفته كمان يا عم كل. شفته وسايب لكم الحال بما فيه من كله. استنى يا عم، أظن بعد كده بقى يا عمدة مفيش داعي للشك، كل حاجة واضحة زي الشمس. كيدي انت جريمة ثابتة. سلاح الجريمة يا عمدة؟ سلاح الجريمة موجود ومتحفظين عليه. يبقى نبلغ البوليس. احنا البوليس. يبقى تقدموا للنيابة. احنا النيابة. يبقى تحكم عليه. احكم عليه يا عمدة، احكم عليه بحكم أهل القصر، بحكم الناس الطيبين. حكمت محكمة أهل الكفر اللي أنا العمدة بتاعها على مين أكاهل الكنيسة إنه يرحل وما يعتبهاش تاني. حل إزاي يا عمدة؟ أسيب أرضي؟ أسيب كنيستي اللي اتربيت فيها إزاي يا عمدة؟ لو كان مش عاجبك بقى يا أبونا مينا، عندك أهل الكفر من ذلك الموضوع. اتقلب. مع السلامة يا ابونا. هتوحشني. ما نفسكش تقول حاجة يا راجل يا بركة قبل ما تمشي؟ نفسي نرجع تاني زي زمان. نفسي نحس من تاني بالأمان. أكو ده كلنا عايش. ايه اللي حصل لك يا كفر؟ ايه اللي حصل لاهلك وناسك؟ خلاص الودان اتسدت وما عادتش تسمع، العيون ما عادتش تشوف، واللسان سكت ما عادش قادر ينطق. لا يا اهل الكفر، لا يا اهل الكفر البركه، ما تحطوش صوابعكم في الشكل، اصرخوا بقى على صوتكم قولوا لا لا. أصحاب العقل والمفهومية، أصحاب الإنسانية، ما تفكروش بيان. أنا مش عايز حد يطبطب عليا ولا يمسحني الروع، أنا عايزكم بس تفكروا في إله هتقابلوه بأني وش، تفكروا في الرب يسوع. كبير
انا همشي هرحل البلد بس مش هستسلم، هلفت الكره والنجوم، هصرخ باعلى صوتي، هصرخ باعلى صوتي، تعالى يا يسوع، تعالى يا يسوع، تعالى يا يسوع. يوسف مات، ومين؟ أنا اللي اشتركت، أنا اللي اشتركت في موته. ساعة، مش احنا كنا السبب في موته؟ ما تتكلم يا ساعة. يوسف مات، وده ليه؟ عشان ايه ده كله؟ وفي الآخر نظلم أبونا، عشان ايه؟ عشان ايه يا أهل الكفر؟ ارجعوا يا أهل الكفر، ارجع يا اهل الكفر، خذي معاك يا مونة، خذي معاك يا مونة. يوسف مات، يوسف مات بسبب ايه؟ بالفلوس، الفلوس اللي خدعتنا واللي اللي اتخدعت فيه وطمع، سبت الدكتور الطيب، ونسيت كلام ربنا اللي بيقول إن محبة المال هي أصل كل الشرور. سامحني يا رب، سامحني يا بونا، سامحني يا بونا، وخدي معاك. حتى أنت أحلم، حتى أنت أحلم. بعدوا عني. تتكلم يا أمجاد، سامع بنتك بتقول إيه وساكت. فوق يا أمجاد، لا أرجوك فوق، فوق يا أمجاد فوق. شايف بنتك بتقول إيه وساكت. الفلوس هتضيع من إيدك، الفلوس هتمشي من الكفر. اتكلم يا عم جاد، اتكلم. اسكت انت، اسكت، كفايه كفايه، حرام عليك، انت طلعت لنا منين؟ كفايه، حرام عليك. ابونا هو اللي اتكلم من زمان وقال قولوا لا، واحنا ما قلناش. انت لا مننا ولا علينا، ايه اللي جابك وسطينا؟ ابونا مينا، ابونا مينا هو اللي مننا وعلينا. حرام عليك، كده محلنا. ارحل يا اخي وسيبنا، ارحل، ما تسيبناش يا مونة، خدني معاك يا مونة، خدني معاك. ده ظلم، ايوه ده ظلم. انتوا بقيتوا تفكروا في نفسكم لوحدكم، كل واحد فيكم كان همه البنود، البنود بقت كل همكم لغايه ما عامت عينيكم. يا ناس توبوا بقى، توبوا بقى وارجعوا لربنا. خدني معاك يا مونة، خدني معاك يا مونة. لفجنا لك تهمه ما عملتهاش، ضربناك يا راجل يا طيب. يوسف مات، يوسف مات، واحنا اللي قتلناه، كلنا اللي قتلناه. كل ده ليه؟ ليه؟ عشان الفلوس، ملعونه الفلوس، ملعونه الفلوس. وسامحني يا ابونا، سامحني يا ابونا، ما تسيبناش يا ابونا، خدني معاك يا ابونا، خدني معاك يا ابونا. لا، فو يا ادريس، لا فو يا ادريس، الفلوس هتروح منك يا ادريس، فو يا ادريس. شايف يا ابونا، شايف يا كبير البلد، شايف على القبر بيقولوا ايه وساكت. اتكلم يا كبير البلد، قول لا يا كبير البلد، انت مش ليك عليهم كلمه، قول لهم لا. الفلوس هتضيع من ايدك يا عم ده، اتكلم يا ابونا. يوسف مات، يوسف مات يا ابن الكهف، يوسف مات، كلنا السبب، ايوه كلنا السبب، ولا يا ابوي كلنا بنعرف الفلوس.
كلها تعرف الفلوس وقلنا تعالي يا فلوس. مشينا يا يوسف. سامحني يا يوسف. سامحني يا يوسف. سامحني يا يوسف. سامحني يا يوسف. كلنا شدينا ودنا وما سمعناش كلام ابونا. قال ما تسمعوش كلام الاغراض. شدينا ودنا. لكن دلوقتي ما سبناش. احنا ولادك يا ابونا. ما سبناش ودنا. سامحني يا ابونا. سامحني يا ابونا. لا. لا. انتوا ولا حاجة. انا اللي عملتكم. ايوه انا اللي عملتكم. سعد. سعد انت املنا سعد. ايوه سعد انت املنا في الكفر ده. اتكلم يا سعد. اتكلم عقل اهلك بل. اتكلم يا سعد وقول لهم لا. لا يا سعد لا. الفلوس هتضيع من ايدك يا سعد. اتكلم اتكلم. كفاية. كفاية. انتوا ايه؟ انتوا طلعتوا لنا من ايه؟ كل عشرة انتوا جيتوا جلبتوا كان الكفر. جبتوا عليه وطير. خليتوا الاب يكره والابن يكره ابوه. خليتوا الصديق بس بتاع صديقه والاخ باع اخوه. وكل ده ليه؟ كل ده علشان الفلوس. ملعون الفلوس. ملعون الفلوس. اصل الشرور منبع الفساد. الفلوس هي اللي جهلتك يا يوسف. بس احنا قتلناك قبلها. يا انا حاسس ان لابس ثوب رضي. ثوب مش بتاعي. يا رب احنا خطاه. احنا خطاه بس انت رحمتك واسعه. يا رب احنا خاينين بس انت اوفى صديق. سامحنا يا ابونا مينا. سامحنا يا ابونا مينا. واطلب من ربنا انه يسامحنا ويغفر لنا. سامحنا يا ابونا مينا. سامحنا. راسي سفينتنا على شط على بر. ده احنا من غيرك ولا حاجه. تعالى يا يسوع. تعالى يا يسوع. لو دربي ده مزروح أشواقه لو قلبي ده مليان أحزان يا يسوع لو دربي ده مزروح أشواقه تعالى يا يسوع تعالى يا يسوع تعالى يا يسوع تعالى يا يسوع
دور على القرار وسيد الروح تعال يا يسوع تعال يا يسوع تعال يا يسوع تعال يا يسوع امسك الدفاع وافرد القلوب امسك الدفاع وافرد القلوب تعالى يا يسوع تعالى يا يسوع تعالى يا يسوع تعالى يا يسوع ارفع الأحزان خليه حجر حجر تطلعنا فوق عشان نشوف احسن ولو جه ابليس تاني يلينا بجد ارض البركه اهل البركه كفر البركه احنا ولادك يا ابونا ولادك يا ابونا فريق التمثيل العذراء على العمل الجميل اللي قدمه لنا واول واحد عايزين نقدمه زعيم الشياطين اللي قام بيه كورولوس عبد الملاك قامت بدور المذيعة فيفيان ويليام بدور المتهمة تريزا إدوارد بدور المراسل الصحفي بشوي ثروت دور يوسف ناجي محروس وقام بدور الدكتور ماجد مشيل دور زفتون لامي لمعي وقام بدور عم فوزي رامي فهيم بدور عم جاد مايكل نجيب وبدور أحلام مريم يوسف دور عزيزة مريان إبراهيم
دكتور إدريس الحلاق، شادي عادل، ودور رئيس الشياطين مايكل ثروت، بدور أبلوز رامي منير، بدور حزون مايكل كريم، وقام بدور العمدة أمير خيري، وفي دور الكاهن سامي كريم، قام بدور سعد البير مكرم، وفي دور عم كوهين ماجد عبد الملاك، نشكر فريق الديكور مدحت وهيب، كريستين يوسف، ليزا فريد، تيشوي سالي، رانيا، عملنا الجرافيك أمير فوزي، مايكل كريم، مكياج صموئيل أنطون، كريستين يوسف، موسيقى بشوي ثروت، روماني رزق، ساعد في الإخراج أمير فوزي، والمخرج ماجد عبد الملاك. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاح اي عمل يقاس بقبول الناس اليه، فواضح مدى اعجابكم وتسقيفكم واستحسانكم للعمل دوت، ان هو كان عمل رائع. احنا بنحيي كل اللي تعبوا في هذه المسرحيه، المخرج واللي كتب السيناريو واللي اهتم بكل عمل صغير أو كبير، إن كان الممثلين المقنعين جدا لأدوارهم، إن كان اللي عملوا الديكورات، الناس المسؤولين عن الموسيقى والتقديم، عمل ناجح. يمكن كان مناسب جدا لحفلة خريجين، ناس بتبتدي حياتها العملية، ورسالة صغيرة ليهم إن لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، يا إما الله يا إما المال. بنشكر كل اللي تعبوا عشان يفرحوا إخواتهم، وكل حفلة وانتوا طيبين، وكل عمل مسرحي وانتوا طيبين. تاخدين بالكم إن في الفترة الأخيرة في الكنيسة إحنا شرفنا وسعدنا بوجود الفنان كمال ألفي شنودة، سعداء بتشريفه ووجوده وتقييمه لهذا العمل. الفترة الأخيرة من خدام كنيسة العذراء الزيتون
ابتدى يظهر أكثر من عمل فني، ابتدت المسرحيات وابتدت أفلام تتعمل. احنا سعداء ان في ناس موجودين معانا ليهم الخبرة وليهم الروح الحلوة دي، بنشجعهم ككنيسة ونتمنى ليهم كل نجاح في حياتهم، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.